نانسي عجرم متهمة بالسرقة عن جديد، والضحية هالمرة محمد المجذوب. اتهام لاحقها مع اطلاق اول اغاني البوم الجديد نانسي تين، يلي حملت عنوان حبك بيقوى. فلاحظ عدد من المتابعين التشابه الكبير بين الحان اغنية عجرم واغنية طلع النهار يلي طرحها محمد المجذوب بعام 2018، يلي حققت لحد اليوم حوالي 5 مليون مشاهدة، وهي بتحمل كلمات شادي نور والحان بلال سرور. بينما كسرت أغنية حبك بيقوى بأقل من 48 ساعة حاجز 1 مليون مشاهدة، وهي من كلمات خالد تاج الدين وإلحان وليد سعد. أما القاسم المشترك بين أغنية نانسي وأغنية المجذوب هو الموزع الموسيقي المصري هاني يعقوب، يلي شارك بتوزيع حبك بيقوى وطلع النهار. وبتواصل كيو ميديا مع إدارة أعمال المجذوب لنعرف إذا بيتبنوا الاتهام أو لا، فتم رفض التعليق على الموضوع نهائياً. بس إذا بنرجع بالزمن شوي لورا منلاحظ أنه نانسي عنده سوابق بهالجرم. فالسنة الماضية اتهم المغني العراقي روني داوود نانسي بسرقة فكرة وألحان وكلمات أغنيته قلبي يا قلبي من أغنية لإله بتحمل نفس الاسم طرحها بعام 2019. بدنا نولع الجو والجو يولعنا، نسهر لطلوع الضو نحنا واللي معنا. أما الشهرة والنجاح يلي حققته نانسي بأغنيتها بدنا نولع الجو بعام 2018 دفع أنجي خوري لتطلع وتقول هاي أغنيتي، ومعي ورقة تنازل من ملحن الأغنية جوزيف جحا يلي صرحت أنه ضحك عليها وباعها مرة تانية لنانسي عجرم. العالم عرفت أنه الغنية لإلي، يعني صرت بتعرف، يعني أنا معي التنازل من الغنية ومعي كل شيء، أنا يعني فرجيت وقتها للعالم. صار علي شي 2 مليون على اليوتيوب، يعني أنه خاص ما كل العالم صارت عم أنه عرفت الغنية لإلي، وكل العالم صارت عم تسمعها وحبوها كتير. يعني إذا بدك حبوها أكثر من غنية أنه حبوها كتير للغنية. وقبل بسنة يعني بعام 2017 وقت طرحت ألبومها الجديد حسبيك، كانت نانسي معرضة لتوقف أمام القضاء بعد ما تفاجأ الفنان القطري فهد الكباسي بتضمن ألبومها أغنية خرب بيوت من كلمات وألحان زياد برجي، وهي نفسها فكرة أغنيته الشهيرة بعيد الشر، وحتى مطابقة تماماً لما طلع أغنيته. وبعيد عنك الشر من حبك وانصار قائمة اتهامها بالسرقة بالطول مع لحن ياي سحر عيونه المأخوذ من أغنية إفريقية ياي حناني أمي زميوان، بالإضافة لأغنيتين الشهيرتين انت ايه من دلنسي يلي كمان اتهمت انه أخذتها من ألحان أغاني تركية. رأيكم هل اتهامات مجرد صدفة أم فعلا عم تكون مسروقة؟